أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الشعارات. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار ماستر كارد على برنامج الستريدر. في البداية راح نفتح مقاس 500x500 بيكسل. طبعا راح نضيف دائرة، تأكد انه بدون ستروك، وراح نختار اللون الأحمر الفاتح. وطبعا من خلال الشفت راح تكون هذه هي الدائرة. أيضا راح نلغي الستروك، وراح نتأكد انه اللون الأحمر هو لون التعبئة. الآن راح نستنسخ هذه الدائرة بهذا المقدار، وراح تكون اللون الأصفر الداكن أو اللون الخردلي هذا اللون. الآن راح نحدد الدائرتين وراح نستنسخهن بهذه المنطقة. راح نحذف الجزء هذا الجزء وهذا الجزء اللي بالأطراف، وراح نبقي فقط الأجزاء المتحدة. طبعا نحدد الدائرتين، وطبعا نخرج أدوات الباث فايندر، وراح نختار الأمر اللي هو انترسكت. الأمر انترسكت راح يحذف الأجزاء الخارجة عن الاتحاد ويبقي الجزء فقط المتحد. جيد، راح نختار الأمر انترسكت بهذه الطريقة. جيد، الآن راح يكون لون هذا الجزء بنفس لون هذه الدائرة الحمراء. طبعا نحدد هذا الجزء ونجي على أداة الآي دروبر ونختار الدائرة الحمراء. الآن راح نضيف من أداة الريكتانجل، راح نضيف بهذه المنطقة هذا الجزء، وطبعا راح يكون مثلا لون أصفر، لا بأس إن يكون أصفر مثلا بهذا الشكل. الآن راح نستنسخ هذا الجزء بهذه المنطقة، وحتى طبعا يتكرر عندي الاستنساخ نضغط على كنترول حرف دي بهذا الشكل. جيد جدا، الآن راح نحدد كل هذه الأجزاء، ومن أداة البايثفايندر راح نختار ماينس فرونت، حتى هذه الأجزاء اللي باللون الأصفر راح تنطرح من الجزء الأحمر. الأمر ماينس فرونت بهذا الشكل. الآن هذا الجزء اللي عملناه راح يكون بالأعلى بهذا الشكل. إذا لاحظوا أنه أصبح عندنا هذا الجزء اللي هو الجزء المتحد. الآن راح نضيف نص بهذه المنطقة، راح نكتب ماستر كارد، وطبعا نكبر حجم النص، مثلا ممكن يكون 100 أو ممكن هواي 100، ممكن يكون 50 بهذا الشكل، ولا بأس إنه يكون بولد بهذا الطريقة، وطبعا يكون هنا ماستر كارد بهذا الشكل. جيد، الآن راح نغير لون النص إلى اللون الأبيض، طبعا هذا اللون الأبيض، ولا بأس إنه يكون ظل للنص. طبعا من إفكت وستايلز نختار دروب شادو بهذه المنطقة. طبعا لا بأس نجري بريفيو، نلاحظ إنه كبير جدا البلور. طبعا البلور راح نقلله، ممكن يكون 1 ممكن 2، طبعا الإكس والواي بهذه الطريقة، ممكن 1 بـ1 بهذا الشكل. نلاحظ انه اصبح عندنا شعار شركة ماستر كارد بطريقة سهلة واحترافية. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.